رجال الدفعات كتلة أهل الهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر البشتاوي، طالب أطراف الصناعية وأجهزة مساعدة سنة ثالثة. في هذا الفيديو راح أوضح بشكل موجز عن التخصص ونتعرف عليه أكثر شوي. بداية لازم نكون عارفين أن التخصص هو إحدى تخصصات كلية علوم التأهيل ويدرس في الجامعة الأردنية فقط، والتخصص عبارة عن 138 ساعة تدرس على 4 سنوات، والخطة سنوية. معنى سنوية أنه إحنا بنتخرج خلال 4 سنوات وما بزبط نتخرج بأقل منه. ينقسم التخصص لقسمين رئيسيين، الأول الأطراف الاصطناعية، وبيهتم هذا القسم بالبتور اللي بتصيب الجسم باختلاف مواقعها، سواء في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، وباختلاف مستوياتها سواء فوق أو تحت مفصل معين. وظيفة أخصائي الأطراف هي بأنه يأخذ القياس على المريض ويشكل ويصمم الطرف المناسب اللي بيسترجع الشكل المفقود والوظيفة المفقودة بأكبر قدر ممكن. ثاني قسم الأجهزة المساعدة، وهو بيختص بصناعة الأجهزة اللي إلها علاقة بالدعم، أجهزة الدعم والتقويم. الاختلاف بينها وبين الأطراف الاصطناعية إنه المريض ما بيكون صار له بتر في أحد أجزاء في أحد أطرافه، ولكن بيكون في عنده إصابة معينة فيها. هاي الإصابة قد تكون، واللي إحنا بنتعامل معها، أولها التشوهات الخلقية، ثانيها هي الإصابات اللي بتؤدي لضعف في العضلات، وثالثها هي الحروق، وخصوصا حروق الدرجة الثالثة. خلينا نحكي عن التخصص. التخصص بيغلب عليه الطابع العملي والطابع اليدوي، فراح تلاحظوا انه في اول فصل لكم بالجامعة راح يكون في عندكم لابات للتخصص تتعلموا فيها وظيفة ومهارة بتأهلكم للابات القادمة لحتى تصيروا معالجين وأخصائيين جاهزين. ولا ننسى انه تخصصنا إنساني، وهو تخصص بيرجع الأمل للناس اللي فقدتها نتيجة إصابة معينة. فكل التعب في اللابات اللي راح نكون منعاني منها راح تروح كلها فجأة لما نشوف ابتسامة مريض وهو بيسترجع قدرة كان فاقدها وفاقد الأمل في استرجاعها. وزي ما حكينا التخصص بيحتاج لقدرة بدنية وقدرة تحمل عالية، وبيحتاج لدقة وإبداع. بالنسبة لفرص العمل، فللأسف في الأردن فرص العمل قليلة، وبتتمثل في 3 أماكن رئيسية. أولاً المستشفيات الحكومية مثل مستشفى البشير ومستشفى المدينة الطبية، ثانيها هي المراكز والمستشفيات الخاصة المتوزعة في كافة أنحاء المملكة، وآخرها هي المنظمات الدولية مثل منظمة الصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر. وبالنهاية بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ووصلتكم الصورة العامة والصورة الصحيحة عن التخصص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.